السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الإسلامية، الفقه، الدرس الرابع من الوحدة الثالثة بعنوان الركعة الثانية: ماذا تفعل بعد الرفع من الركوع؟ درسنا يا أبطال بالدرس السابق أنه عند الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، وبعدها وظهورنا قائمة نقول ربنا ولك الحمد. بعد ذلك أيها الأبطال نأتي إلى عدد الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها، وهي يا أبطال كما تعلمناها الجبهة والأنف واليدان القدمان والركبتان. أيها الأبطال، ماذا تقول أثناء السجود؟ نقول في السجود 3 مرات سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك ماذا نقول إذا جلسنا بين السجدتين؟ نقول رب اغفر لي رب اغفر لي. بعد ذلك أيها الأبطال، بعدما رفعت من السجدة الثانية أقوم للركعة الثانية قائلا الله أكبر، وهنا أيها الأبطال نفعل مثل ما فعلناه في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، أي بعد أن نقول الله أكبر للركعة الثانية نقرأ الفاتحة وبعض السور الصغيرة القصيرة من حفظنا، وبعدها الركوع وما نقوله في الركوع، ثم نقوم من الركوع وبعدها السجود، وهكذا، أي نفعل مثل ما نفعله في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام. ولا ننسى أيها الأبطال أن نصلي بطمأنينة وخشوع كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن ننتهي يا أبطال من الركعة الثانية نجلس بعد الركعة للتشهد، التشهد يأتي بعد الركعة الثانية. إلى هنا ننتهي أيها الأبطال، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.